السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتمي الموز الأخضر لمجموع الفواكه الموسمية غير الناضجة ولكن الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، إذ باحتوائه على كميات مهمة من الألياف فهو يدعم حركة الأمعاء ونمو البروبيوتيك، مما يقي الجسم من مشاكل هضمية عديدة. أما بتوفره على نسب عالية من البوتاسيوم فهو يسهم في منع ارتفاع ضغط الدم. وأخيراً ما يهم السكري، فإن مؤشره المنخفض يضمه للفواكه المفيدة لمرضى الداء. من أجل هذا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من الموز الأخضر، فينصح بتناول حوالي 60 غراماً منه، أي حوالي حبة صغيرة الحجم مرفقة بمصدر للبروتين كبيضة مسلوقة، وذلك خلال حصة واحدة في اليوم. ولكن تجدر الإشارة إلى ضرورة قياس الدم بعد مرور ساعتين من تناول الوجبة بغية الاستقرار على الكمية المناسبة بدقة. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الموز الأخضر، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.